السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي الحسن عليه السلام قال: أكل الجزر يسخن الكليتين. اللي يشتكون دائما من البرودة، والله أنا عندي برودة بكلياتي، خلي يسمع. أكل الجزر يسخن الكليتين ويقوي على الجماع. وأيضا هناك أحد المؤمنين سأله، قال له: جعلت فداك يا مولانا، وكيف آكله وليس لدي أسنان؟ شوف، لأن الجزر قوي ويحتاج أسنان قوية، فجاي يقول له أنه أنا ما عندي أسنان، شلون آكله؟ فقال الإمام عليه السلام: مر الجارية تسلقه وكل. يعني آمر الخدامة مالتك أو الجارية مالتك أنه تسلقه على النار في ماء حار وأكله. يعني شوف، مع كل هذه الظروف أنه ما عنده أسنان، أيضا الإمام عليه السلام يقول له أكله. وعن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: الجزر أمان من القولونج، اللي عنده قولون، الجزر أمان من القولونج والبواسير أيضا، ويعين على الجماع. يعد الجزر أحد أشهر الخضروات الجذرية، والذي تشيع زراعته في كافة أنحاء العالم. ويتواجد الجزر في الطبيعة بعدة ألوان، منها البنفسجي، الأصفر، البرتقالي، الأحمر، والأبيض. وللجزر فوائد عديدة، منها: يحسن البصر، يحمي من السرطان، يحارب الشيخوخة، يحسن المناعة، يساهم في تحسين صحة القلب والدماغ، يقوي الكبد ويحميه، يحسن من مشاكل الجهاز الهضمي لدى الأطفال، يعزز مستويات الزنك في الجسم، يقلل من خطر ارتفاع مستويات السكر في الدم، يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، يحتوي على العديد من الفيتامينات، مسكن للألم. إلا أن الإكثار من تناول الجزر قد يؤدي إلى العديد من المضاعفات، منها فقدان الشهية، التقيؤ، الغثيان، نزيف الأنف، تساقط الشعر. نعم أحبائي المشاهدين، وأيضا الجزر بمنافع صحية جدا كبيرة لجسم الإنسان، ولذلك نشوف دائما الأطباء ينصحون المرضى أو ينصحون اللي يردون يسوون رجيم يخففون وزنهم بأكل الجزر، وخصوصا في موسم البرد لأنه يحرر الجسم. نسأل الله لكم الصحة والسلامة وقبول الطاعات والأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.